هاد العين تقريبا انا عقلت انا دابا عندي 70 عام لقيت هاد العين كنسمع جدودنا ووالدينا وكذا تقريبا 400 عام 500 عام تيقولوا عند هاد الدوار وكثر اللي غيكون عند هاد الدوار تيقولوا 400 عام فهاد 70 عام ديالي تيقولوا 400 عام انت كان 500 عام ولا تقريبا 500 عام بعدا اللي كنسمع عند دوك الناس اللي كاين هادي دابا تقريبا عامين هادي هاد العام شفت كاع هاد العام صافي ما كاينش هاد العامين اللي فايتين ولا 3 سنين ولا 4 سنين غير شويه اللي نطلب من وزارات الفلاحه يشوفونا هاد العين يجاوبوا نفسهم حتى يشوفوا راك تقريبا 3000 نخله ولا 5000 نخله ولا 6000 نخله هنايا غاتموت راه هذا كيسقي شويه هزان كيسقي عيطو زغروش كيسقي شي حردان ملي كاين الماء ودروك راه ما تيسقي حتى حردان حيت هذا كيتسمى العين ديالها حردان هذا هو الاولى هذا هو العين الكبير في تيجي حاليا كنعاني لان اذا استمر مثلا هذا الجفاف وما كاينش الماء حتى ولادنا ما غاديش يكون عندهم واحد الطموح باش حتى يديروا يزوروا هذه المناطق لان كما كتعرفوا دابا راه كاين التطور وكاين التكنولوجيا راه كلشي كيبدا كيفكر كيشوف الاحسن ودابا كيبغيو مثلا يمشيوا لك البحر واخا انت ما عندكش يعني التكلفه يعني كتلقى يعني الهجره غادي بالنسبه للساكنه ضروري باش يكون واحد النوع ديال التضامن ويعني يتعاونوا يتآزروا بيناتهم ايوا بالنسبه للحكومه راه هي القادره وهي اللي عندها الامكانيات لان هذا راه مشروع كبير ماشي شي حاجه اللي تقدر يعني الساكنه باش تغطي يعني لان 2 كيلومتر راه ماشي ساهل يعني احنا محتاجين تضافر الجهود ومحتاجين الدعم ديال وزاره الفلاحه والناس المسؤولين ديال الاقليم انهم يشوفوا في بحال هذا الشيء ما خصوش يضيع لان هذا الشيء واحد التراث كما كنقولوا مادي وهذا الشيء من موروث من الاجداد وما يزيد على 500 سنه وما يزيد شكرا.